بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلبة، بهاي المحاضرة نكمل الجزء المتبقي لـ Example Number 1 بموضوع الـ Direct Design Method. إلا تذكرون بالمحاضرة السابقة حلينا الجزء الأول من المثال الأول، والجزء الأول كان هو تشيك ندقق ونشيك حدود الـ Direct Design Method. هذا الجزء راح نكمل جزء متبقي من هذا المثال اللي هو حساب العزوم التصميمية بطريقة الدايركت ديزاين ميثود. إذا تذكرون منطوق السؤال موجود عندنا بالبداية: analyze and design the two-way slab system and the indicated strip using direct design method. مطلوب من عندنا نجي نصمم هاي الشريحة أو هذا الفريم اللي هو موجود بالاتجاه العرضي، عرض الفريم 6.75، وعندنا الفضاءات بالاتجاه العرضي متساوية اللي هي 5.25 متر. بس للتأكيد هذا الفريم بجزئين مهمين اللي هي الكولوم سترب والميدل سترب. الكولوم سترب هي شريحة راح تكون هنا موجودة بمنتصف الفريم، وإذا تذكرون طريقة حسابها كانت سهلة. نروح للبنل الوحدة، نأخذ الفضاء الطويل والفضاء القصير ونقسمهم على 4، فراح يكون عندنا عرض الشريحة القيمة الأصغر راح تكون عندنا هنا هي مساوية للعرض شريحة الكولوم سترب، هي مساوية لعرض شريحة الكولوم سترب. هاي الفكرة الأولى. الفكرة الثانية: المنظومة اللي عندنا هي سلاب بيم سيستم، نحتاج ألفا للبيم الموجود بالاتجاه الطولي اللي يشتغل الفريم. نحتاج ألفا للبيم الأول إذا تذكرون احنا حسبناها بالمحاضرة السابقة وقيمتها 3.84. خلينا نشوف منطوق الجزء الثاني أو شلون نبدأ الحل ونشوف خطوات الحل. بالجزء الثاني فان ديزاين مومنتس، أول خطوة بالحل هي إيجاد الفاكتور لود 1.2 بالديد لود زائد 1.6 باللايف لود. 1.2 الديد لود هنا فقط عندنا وزن السلاب، وبحال نقدر نحسبه مباشرة اللي هي سلاب ثيكنس في كثافة الكونكريت. سلاب ثيكنس 150 ملم وكثافة الكونكريت 24 كيلو نيوتن متر مكعب نجي ناخذها. وبالتالي عملية حساب الديد لود جاينا من وزن السلاب فقط هي thickness في كثافة الكونكريت 0.15 في 24 زائدا 1.6 باللايف لود. اللايف لود احنا ذكرناه بالمحاضرة السابقة قيمته 5. بعد ما نعوض نكمل العملية الحسابية راح يكون عندي الفاكتور لود 12.32 كي نيوتن لكل متر مربع. ضمن الأشياء اللي أحتاج الكلير سبان. الكلير سبان راح نجي ناخذه، هذا هو اتجاه الفريم، راح نجي ناخذه من وجه هذا العمود الى وجه هذا العمود. المسافة سنتر تو سنتر منطينا اياها بالمثال اللي هي 5.25، اطرح من عندها نص العمود من الاعلى ونص العمود من الاسفل، يعني اطرح منها سمك عمود واحد اللي هي 450 ملم 0.45. بعد ما أعوض وأكمل العملية الحسابية راح يكون عندي clear span 4.8 متر. هاي قارنها ويا 65% من ال L1. ال L1 اللي هي center to center span. فلما أجي آخذ 65% اللي 0.65 وأضربها ب center to center distance أو center to center span 5.25، راح يكون عندي ناتج 3.4125 متر. إذن هنا الكلير سبان مالتنا أكبر من 65% من السنتر تو سنتر ديستانس. إذن الكلير سبان هو 4.8
4.8. الآن نحن جاهزين لحساب أهم خطوة بمراحل التصميم اللي هي الستاتيك مومنت. الستاتيك مومنت أم نوت فاكتور لود مضروبة بعرض الشريحة ل L2 مضروبة بالكلير سبان تربيع على 8. كل القيم اللي نحتاجها بحساب الستاتيك مومنت جهزناها بالخطوات السابقة. الفاكتور لود 12.32، ل L2 عرض الشريحة 6.75، وعندنا الكلير سبان حسبناه بالخطوة السابقة 4.8 تربيع على 8. بعد ما نعوض ونكمل العملية الحسابية راح يكون عندنا total static moment 239.5 kN/m. إذن بكل هاي الأماكن قيمة الستاتيك مومنت هي وحدة ومقدارها 239.5 kN/m. total moment in each direction. الآن المطلوب من عندنا نجي نحسب العزوم السالبة والموجبة. عند الستاتيك مومنت لازم أضربه بالكوفيشنت. إذا تذكرون الكوفيشنت يعتمد على هذا السبورت، هذا هو السبورت الطرفاني، هل هو سباندرال بيم، هل هو كولوم، هل هو بريك وول، هل هو رينفورس كونكريت وول. وهاي الكوفيشنت موجودة عندنا وذكرناها بالمحاضرات السابقة. هنا الطرف اللي عندي هو سباندرال بيم، سباندرال بيم. لا ترجعون للجداول راح تكون عند الكوفيشنت بهذا الشكل. الكوفيشنت للعزم السالب الخارجي، هذا العزم السالب الخارجي 16%. راح يكون عندي العزم الموجب للفضاء الأول، العزم الموجب للفضاء الأول كوفيشنت 57%. وراح يكون عندي النيجاتيف مومنت للفضاء الأول الكوفيشنت 70%. بالنسبة للفضاءات الداخلية لا تتذكرون كانت قيم الكوفيشن ثابتة. العزوم السالبة الموجودة قريبة للسبورتس قيمة الكوفيشن 65%، والعزوم الموجبة نأخذها 35%. إذن هاي الكوفيشن فقط هي المتغيرة. الكوفيشن للسبانز الداخلية ثابتة 65% و35%. بالنسبة للفضاء الخارجي أرجع وأقول قيم الكوفيشنت متغيرة وتعتمد على نوع السبورت الطرفاني. الآن عندي هاي القيم أو هاي الكوفيشنت وعندي الستاتيك مومنت، أجي أحسب العزوم الموجبة بهاي الأماكن. المكان الأول اللي هو نيجاتيف مومنت الخارجي، والمكان الثاني اللي هو بوزيتيف مومنت للسبان الأول، وعندي المكان الثالث النيجاتيف مومنت الداخلي للسبان الخارجي، والمكان الرابع اللي هو النيجاتيف مومنت للسبان الداخلي، وعندي المكان الخامس اللي هو بوزيتيف مومنت لأول سبان داخلي. بعد ما عرفت قيم الكوفيشنت وعندي الستاتيك مومنت أضرب الكوفيشنت بالستاتيك مومنت وأجي أحسب العزوم بهذن الأماكن الخمسة. أول مكان العزم السالب بالنقطة واحد أو المكان واحد راح يكون عندي قيمة العزم 38.32. بعدين عندي العزم الموجب بعد ما أضرب الكوفيشنت بالستاتيك مومنت 136.52 kN/m. ولما أجي للمكان الثالث الكوفيشنت 70% أضربه بالستاتيك مومنت، فراح يكون عندي هنا العزم السالب الداخلي للإسبان الخارجي 167.65، وبالمكان الرابع راح يكون عندي عزم سالب قريب للسبورت بس إلمن الإسبان الداخلي قيمته 155.68 kN/m، وبالمكان الخامس قيمة العزم الموجب راح تكون 83.82 kN/m. العزوم راح نجي نستخدمه بالتصميم لازم تكون قيمتها بالشكل التالي: كيلو نيوتن متر لكل متر. هاي العزوم اللي حسبتها
هاي العزوم اللي حسبتها البوزيتيف والنيجاتيف، ارجع مره ثانيه انطي حصه من الكولوم ستريب وحصه للميدل ستريب، وحصه الكولوم ستريب والميدل ستريب اوزعها على عرض الشرايح. لازم تكون عندي شريحه العزوم اللي وصلتها بوحدات كيل نيوتن متر لكل متر. عرض الشريحة لا تذكرون 6.75. طبعا لو شوفون بداية الصفحة distribution of longitudinal moment to column strip and middle strip، هاي العزوم الموجبة والسالبة اللي حسبتها بالخطوات السابقة، أعطي حصة للكولوم strip والميدل strip. عرض الشريحة 6.75 متر، الكولوم ستريب أرجع للبنل وأقسم البعد الأكبر على 4 والبعد الأصغر على 4 وأجي أستخدم قيمة صغيرة. فإحنا هنا اختصرنا، أخذنا البعد الأصغر اللي هو 5.25 قسمناه على 4، هاي تعطيني هنا الكولوم ستريب. الكولوم ستريب فقط من جهة واحدة، فقط من جهة واحدة، زين عندي كولوم ستريب من جهة الأخرى. إذا القيمة اللي حصلتها أضربها في 2، القيمة اللي حصلتها أضربها في 2، وبالتالي يكون عندي total width of column strip 2.625 متر. زين، عندي عرض الشريحة الكلية وعندي عرض الكلي للكولوم strip. الجزء المتبقي من يشيله، المفروض الجزء المتبقي راح يروح لمن؟ البعد المتبقي راح يروح لل ميدل سترب. عندي العرض الكلي 6.75، أطرح منها عرض الكولوم سترب 2.625، فراح يكون عندي هنا total width of middle strip 4.125 متر. زين، أنا إيش عندي؟ الميدل سترب، ميدل سترب عندي جزء على اليمين وعندي جزء على اليسار، يعني من فصلات. عندي جزء من اليمين وجزء من اليسار. إذا القيمة اللي حصلتها مع total width of total width of middle strip، أجي أقسمها إلى جزئين، لأن شريحتين هن موجودات بطرفي الفريم ده المصممة. وبالتالي هنا العرض اللي حصلته مع الميدل ستريب أجي أقسمه إلى جزئين، أضرب فيه نصف. إذا النصف مضروب بال 4.125، راح تكون عندي من كل طرف، من طرفي الفريم راح نصممه نصف الميدل ستريب قيمته 2.0625 متر. زين، الآن شلون اجي احسب العزم الواصل للكولوم سترب والميدل سترب؟ اذا تذكرون كان عندنا جداول، بالنسبة للانتيريور نيجاتيف مومنت، الحصة الواصلة هنا انتيريور نيجاتيف مومنت، الحصة الواصلة للكولوم سترب من العزم، شلون نجي نحسبها؟ قبل ما نجي نحسبها نحتاج هاي القيم، نحتاج الـ L2 على الـ L1. L2 عرض الفريم والـ L1 طول الفضاء باتجاه الفريم، عرض الفريم 6.75 وعدنا طول الفضاءات 5.25، فلما اجي اقسم هنا الناتج 1.286. احتاج الالفا، الالفا هنا هي ألفا للبيم الأول، يعني البيم ده يشتغل باتجاه الفريم، وألفا للبيم الأول أنا حاسبها بخطوات السابقة للمثال السابق اللي 3.84. إذا هنا حسبت الاسبكت ريشيو L2 على الـ L1، وعندي الألفا 1 حسب الخطوات السابقة 3.84. الآن أجي أحسب هاي القيمة على مدة خلي الجداول، اللي هي الألفا 1 مضروبة بالL2 على الL1. بعد ما أضرب الناتج راح يكون عندي 4.94، وهاي القيمة هي أكبر من الواحد.
فلان، شلون اجي احسب البيرسنتج، النسبة المئوية والحصة الواصلة للكولوم سترب المن للعزم السالب الداخلي interior negative moment. ادخل هاي الجداول انا ذكرتها موجودة عندكم بالمحاضرات المشروحة او نسخة المحاضرة المطبوعة. على وين ندخل الجدول ونجي نحسب الحصة الواصلة للعزم السالب الانتيرير، احتاج الاسبكت ريشيو L2 على L1. لاحظ القيم الموجودة عندنا بالجدول نص واحد اثنين. انا القيمة مالتي لما جيت حسبت الاسبكت ريشيو 1.286، اذا هنا أنا مكانها زين. الفا 1 مضروب بالL2 على L1 هل هي صفر؟ لا هي مو صفر، نحسبناها هنا قيمتها هاي هي اكبر من الواحد، اكبر من الواحد. اذا هنا أنا على مود اجي احسب الحصة الواصل للكولوم سترب لازم اسوي انتربوليشن بين من بين قيمة ال L2 على ال L1 واحد مساوية لنسبة نسبة 75% و L2 على ال L1 اثنين ويقابلها نسبة 75%. ال aspect ratio مالتي قيمتها 1.286، سوي interpolation الواحد يقابل 75%، اثنين يقابل 45%، أسوي نسبة وتناسب وأجي أحسب هنا الحصة الواصلة للكولوم سترب 66.4%، 66.4%. زين إذا الحصة الواصلة للكولوم سترب 66.4 فالجزء المتبقي من يشيله، الجزء المتبقي يشيله الميدل سترب، إذا الحصة الواصلة للميدل سترب هي 100% ناقصا 66 هتكون 33.6%. إذا حسبنا هنا قيمة العزوم الواصلة، قيمة العزوم السالبة بالمكان 3 اللي هو interior negative moment، الحصة الواصلة للكولوم سترب والميدل سترب. زين نجي للنقطة B، شلون اجي احسب exterior positive moment؟ exterior positive moment يعني المكان الثاني هنا، exterior يعني اقصد بها exterior span هنا. هاي نفس المعلومات الخاصة بالجزء A، نفس المعلومات يعني طريقة حساب positive moment للكولوم سترب بالإكستيريور سبان هي نفسها هاي الخطوات، وبالتالي يما نكررها وناخذ الأرقام مباشرة. الحصة الواصلة للكولوم سترب 66.4 والحصة الواصلة للميدل سترب زيد 33.6%. نجي للمكان الأول، المكان الأول هو إكستيريور نيجاتيف مومنت إن إكستيريور سبان، هذا هو العزم الخارجي، العزم الخارجي السالب، العزم الخارجي السالب لان هنا قريبين للسبورت، وين بالاسبان الخارجي اسبان الطرفاني. هذا شلون اجي احسبها؟ اول خطوة قبل ما احسبها اذا تذكرون احتاج مجموعة من الاشياء، اولا هذا هو مقطع الاج بيم، والاج بيم لا تذكرون كاتب عادة 350 × 650. اول شيء احتاج البيتا للتي، البيتا للتي اللي هي تورشنال ستيفنس على فليكتورال ستيفنس، ماشي؟ اذا تذكرون كانت مودولاس اوف لاستيك اوف كونكريت بالسي على مودولاس اوف لاستيك كونكريت للسلاب مضروبة بالاثنين بالاي للسلاب، بس هنا بما ان الكونكريت هو واحد حذفنا المودولس اوف الاستيسيتي من البسط والمقام، فصفة المعادلة بيتا سب تي السي على اثنين بالمومنت اوف انيرشيا اوف سلاب. السي اللي هي لا تذكروها نسميها تورشنال ممبر كونستنت، تورشنال ممبر كونستنت هذا الجزء
لما نسلط مومنت على السلاب هذا الجزء يتعرض إلى تورشن، فبالتالي نجي نحتاج بيتا لتي على ما ندخل الجداول ونجي نحسب العزوم السالبة بالإكستيريور إيج بالطرف الخارجي بالإسبان الخارجي. زين، الآن السي هاي معادلتها سيجما يعني سميشن 1 ناقص 0.63 مضروب بالإكس على الواي، الكل مضروب بالإكس to the power 3 مضروب بالواي divided by 3. اثنين كونستنت مومنت اوف انيرشيا للسلاب سهلة، انا عندي هذا هو الفريم، هذا هو الفريم مالتي، وبالنسبة لي هنا أنا لما اجي اخذ سكشن مقطع السلاب هي مقطع مستطيل العرض جقد 6.75 متر والسمك هي سمك السلاب اللي هو 150 ملم. فعملية حساب المومنت اوف انيرشيا للسلاب بعد تكون مباشرة L2 بسمك السلاب تكييب على 12. L2 عرض الفريم لما نحولها مليمتر 6750 أضربها بسمك السلاب تكييب على 12، وبالتالي يكون عندي مومنت اوف انيرشيا للسلاب 1.9 مضروب بالعشرة القوة 9 مليمتر القوة 4. إذن هاي القيمة حسبتها. احتاج السي، السي اللي هي torsional member constant، ها هي المعادلة. قبل ما اطبق المعادلة لازم احدد شنو، احدد torsional member، هذا لما يجي يتحرك جزء من السلاب راح يتحرك وياه. فاذا تذكرون كانت عندنا القيمة يا اما هذا الجزء النازل، هذا الجزء النازل اللي هو 650 ناقص 150، وبالتالي هاي قيمة تجد قيمته 500، والقيمة الأخرى 4 بالسلاب ثيكنس، 4 بالسلاب ثيكنس راح تعطيني 4 في 150 600. فسانة القيمة الأولى عندي 500 والقيمة الثانية 600. إذا تذكرون حسب المعادلة نجي ناخذ القيمة الصغيرة ونجي نعتبرها الأي، إذا هنا هاي هي 500. حددنا شكل التورشنال ممبر. على مود اجي احسب التورشنال ممبر كونستنت احتاج هاي المعادلة. اذا هاي المساحة المظللة لازم اجزها الى جزئين، او اخذ احتمالات التجزئة مالتها على ضوها جاحسب، على ضوها جاحسب قيم السي. شوف الحالة الاولى، الحالة الاولى، الحالة الأولى هذا الجزء بقيته، وهنا الأريا الثانية، هاي الأريا الأولى وهاي الأريا الثانية، ولاحظوا هلا بعد كلها معلومة عندنا. الأريا الأولى العرض مال المساحة 350 والطول أو الارتفاع 650، الأريا الثانية 150 بـ500. الاحتمال الثاني هذا الجزء أسويه أريا 2 وهذا الجزء أسويه أريا 1 اللي وعدكم بالكيس الثانية. إذن لأريا 1 350 500، وعد لأريا 2 850 150. أجي أطبق الحالة الأولى اللي هي هاي، وأعوض القيم بالمعادلة مال التورشنال ممبر كونستانت، راح تعطيني C1 قيمتها 6.6 مضروب بالعشرة القوة 9 مليمتر للقوة 4. والحالة الثانية بعد ما عوض القيم اللي عندي راح تعطيني 4.84 بالعشرة القوة 9 مليمتر للقوة 4. طبعا حسب توصيات الكود اجي استخدم قيمة C الكبيرة اللي هي larger value اللي هي 6.6 مضروب بالعشرة القوة 9 مليمتر للقوة 4. إذن حسبنا قيمة السي، حسبنا قيمة السي اللي هي torsional member constant. الآن إحنا جاهزين لحساب بيتاليتي، السي صارت جاهزة عندي 6.6 مضروب بالعشرة قوة 9، 2 ثابت، هنا عندي مومنت اوف انيرشيا مال السلاب حسبته بالخطوات السابقة بعد ما عوض بيتا سب تي 1.74. على مود أدخل الجداول احتاج هنا أنا اذا تذكرون احتاج 3 قيم، احتاج قيمة بيتا لتي انا حاسبها 1.47،
واحتاج الالفا 1 مضروبة بالال 2 على الال 1، هاي قيمتها اكبر من الواحد، هنا نحسبنا هاي الال 1 مضروبة بالال 2 على الالفا 1 مضروبة بالال 2 على الال 1 قيمتها 4.94. إذن هاي القيمة أكبر من الواحد، أحتاج الأسبكت ريشيو أيضا حاسب عن الخطوة السابقة اللي يرتو على الـ L1 اللي هي 1.286. هذا هو الجدول الخاص اللي ينطينا النسبة المئوية والحصة الواصلة للكولوم سترب بس وين للإكستيريا نيجاتيف مومنت. شلون ندخل الجدول؟ أولا نحتاج الألفا مضروبة بالـ L2 على الـ L1، وواضح ان القيمة هي اكبر من واحد، اذا هاي هي القيم اللي نحتاجها. بعد بيتا سبتي مالتي اللي حسبتها 1.74 هي محصورة بين من؟ بين الصفر والقيمة اكبر من 2، هاي القيمة مالتي. بعد هنا الاسبكت شيلتو على ال1 محصورة بين 1 وال2 اللي قيمتها 1.284. إذن بهيج حالة لازم أسوي interpolation بين من؟ أسوي 3 interpolations بين ال L2 لل L1 واحد اللي هي 100% وبين الثنين، وبعدين اللي على مود أحسب لل طبعا هاي قيم المن البيتا مساوي للصفر، بعدين أجي أحسب البيتا أكبر من الواحد بين 75 وال45 أيضا أسوي interpolation. ماشي، انتربوليشن الأول ينطيني قيمة الواي 1، وانتربوليشن الثاني ينطيني قيمة الواي 3، وأسوي انتربوليشن بيناتهم على مود أجي أحسب قيمة النسبة المئوية الواصلة للإكسيل النيجاتيف مومنت المناظرة للبيتا سبتي 1.74. إذن هنا we need double interpolation، بالحقيقة مو double هي triple، مو دبل بس هنا لينها القيمة مثلا سهلة. لاحظ لما سوي انتربوليشن بين المية والمية شنو الوسط مالتهم؟ هي مية، اذن هنا هاي جاهزة، اذن هنا فقط احتاج دبل انتربوليشن لان القيم ما موجودة عندي بين ال L2 وال L1 مساوي الواحد 75، وبين ال L2 لل L1 2 ومساوي 45. لاحظوا هنا القيم اللي عندي، لما تكون عندي ال L2 على ال L1 قيمتها واحد داعش على interpolation لل Y3، يعني لما تكون عندي ال L2 على ال L1 قيمتها واحد زيادة البرسنتج المناظرة لها 75%، ولما اجي لل L2 على ال L1 قيمتها 2 ايش قد الانتربوليشن المناظرة لها 45%. اسوي الانتربوليشن بهالشكل واجي احسب ال Y3 ايش قد 66.42. هسه ال Y1 حاسبينها 100% وبين 75% و 45% حسبنا النسبة 66.42، إذا لازم أسوي interpolation بين ال Y1 اللي هي 100% وبين ال Y3 على مود أجي أحسب القيمة المناظرة للبيتا سبتي 1.74. أسوي الانتربوليشن بيتا للتي صفر، بيتا للتي صفر ماشي، إيش قد النسبة المئوية؟ 100%، بيتا للتي صفر 100%، بيتا للتي مساوية لاثنين ونص إيش قد النسبة المئوية؟ 66.42. أنا بيتا للتي ماتي 1.74، أسوي الانتربوليشن وأجي أحسب النسبة المئوية الواصلة للكولوم سترب بس وين للنيجاتيف مومنت اكستير، راح تكون هنا قيمتها 76.63%. هاي الحصة الواصلة للكولوم سترب
أطرحها من 100% وأجل أحسب الحصة الواصلة علما للميدل سترب. القيم اللي عندي راح أرتبها بشكل جدول. عندي الاند سبان وعندي أول انتيريور سبان. الاند سبان أو اكستيريور سبان اللي هو هذا قصده. هذا هو الاند سبان أو اكستيريور سبان. وهذا أول سبان داخلي نسميه انتيريور سبان. ش عندي بالاند سبان؟ عندي اكستيريور نيجاتيف اللي هو بالمكان الاول، وعندي بوزيتيف مومنت بالميد سبان للاند سبان، وعندي نيجاتيف مومنت داخلي للسبان الخارجي. وبعدين لما ننقل للسبان اللي بعده عندي نيجاتيف مومنت قريب، نيجاتيف مومنت قريب للسبورت للانتيريور سبان، وعندي بوزيتيف مومنت في منتصف الفضاء الداخلي الاول. ماشي. العزومه انا حسبتها، العزوم الموجبه والسالبه بالخطوات السابقه. مثلا بالمكان الاول 38.32 كي نيوتن متر، وبالمكان الثاني 136.52 كي نيوتن متر، وبالمكان الثالث 167.62، وبالمكان الرابع 155.68، وبالمكان الخامس اللي هو البوزيتيف مومنت 83.82 كي نيوتن متر. هاي الآن أضربها بالنسب المئوية اللي حصلتها على مود أجي أحسب العزوم الواصلة للكولوم سترب والميدل سترب. لننقل للعمود اللي بعدها، العمود راح يعطينا النسب المئوية الواصلة للكولوم سترب اللي حسبناها من الخطوات السابقة الموجودة عندكم في صفحة 3 وصفحة 4. الآن الخطوة اللي بعدها أضرب المومنت بالنسبة المئوية للحصة الواصلة كولوم سترب، وأجي أحسب العزوم الواصلة المن للكولوم سترب. مثلا العزم السالب بالمكان الأول 29.4، وبالمكان الثاني 90.65، وبالمكان الثالث 111.32، مكان الرابع 103.37، وبالمكان الخامس 55.66. هاي العزوم الواصلة للكولوم سترب. زين، الكولوم سترب بي سلاب وبي ميم. بيش حالة لازم نعطي حصة للسلاب وحصة للبيم. على العموم البيم ياخذ 80% من هاي القيم لمتطلبات الاستفنس متوفرة بيه. ماشي. اللي هي هاي الفا 1 مضروبة بالال 2 على الال 1 كانت اعتقد 4 وشوية حاسبينها احنا بالخطوات السابقة. هاي الفا 1 مضروبة بالال 2 على الال 1 4.94، وبالتالي البيمز راح تاخذ 80%. اذا هنا هاي العزوم الواصلة للبيمز والسلابس اضربها ب 85% احصل على العزوم الواصلة لمن؟ العزوم الواصلة للبيمز او للبيم الطولاني الاتجاه الطولي، واضربها ب 15% احصل على العزوم الواصلة للسلاب بمنطقة الكولوم سترب. زين، عندي العزم الكلي منطقة الكولوم سترب، او العزم الكلي هنا أنا العفو الحصة الواصلة للكولوم سترب حاسب هاني. اطرح العزم الكلي العزوم الموجبة والسالبة للعزوم الواصلة للكولوم سترب، وأجي أحسب الحصص الواصلة المن الحصص الواصلة للميدل سترب. 38.32 أطرح من عندها 29.4، فراح يكون عندي العزوم الواصلة بالمكان الأول 8.92، واستمر بالمكان الثاني الحصة الواصلة للميدل سترب
عندي العزم الكلي الواصل بهالمكان، وعندي الحصة الواصلة للكولم سترب، أجي أطرحهم وحصل على العزوم الواصلة للميدل سترب 45.87، وبالمكان الثالث 167.65، أطرح منها 111.32، 56.33، وأجي أستمع. الآن إذا نشوف نهاية أو أسفل صفحة 5، عندي مخطط البيندنج مومنت. عندي مخطط البيندنج مومنت. أول مخطط بيندنج مومنت العزوم الواصلة للكولوم سترب بالسلاب. العزوم الواصلة بالكولوم سترب للسلاب، هاي منين أجيبها؟ عندي العزوم الواصلة للكولوم سترب موجبة والسالبة، أضربها بخمسة عشر بالمئة. مثلا لما تشوفون هذا الرقم هنا، مثلا 29.4 أضربه ب15%، راح يكون الناتج هنا 4.41 كي نيوتن متر. وأجي أستمر أيضا أضرب هاي القيم 90.65 ب15%، راح يكون عندي 13 وشوية. وأجي أستمر أضرب قيم العزوم الواصل للكولوم سترب، أضربه ب15% على مود أحصل على العزوم الواصلة بالكولوم سترب بمنطقة السلاب. ماشي، هاي هي العزوم الواصلة. عندنا ملاحظة هنا، لا تذكرون منطقة السبورت بيها عزمين مختلفات، 2 نيجاتيف مومنت، عزوم سالبة 2، واحد من جهة اليمين واحدة من جهة اليسار. فاحنا حسب الكود نجي نستخدم القيمة الكبيرة بالتصميم اللي هي 16.7. بعد ايش عندنا؟ عندنا المخطط اللي بعده، العزوم الواصلة للميدل سترب. منطقة الميدل سترب، ها هي منطقة الميدل سترب، ها هي هنا قريبة للسنتر لاين، هاي ميدل سترب وهنا قريبة للسنتر، هاي ما بيها بيمز، وبالتالي حصة الميدل سترب كلها راح يشيلها السلاب، كلها يشيلها السلاب، وحساب القيم موجودة عندكم جاهزة، هاي مباشرة نجي نسقطها على البيندنج مومنت اللي عندي اللي هي 8.92، وعندي هنا 45.87 عزم موجب، وأيضا نجي نستمر، هاي العزوم الواصلة للميدل سترب، وارجع واقول هاي العزوم راح يشيلها السلاب فور سلاب اولي. هاي ملاحظات جزء مثبتة. المخطط الاخير شعدنا بالمناسبة هنا ايضا هنا منطقة السبورت 2 نيجاتيف مومنتس، واحد على اليمين وواحد على اليسار، اجي استخدم اني القيمة الكبيرة بالتصميم. ابقى البيندنج مومنت دايجرام الاخير هنا، هاي الحصة الواصلة للبيم، عندي هنا الحصة الواصلة للكولوم سترب، أضربها ب85%، وأجي أحسب العزوم الواصلة، علم العزوم الواصلة للبيم، العزوم الموجبة والسالبة للبيم، هاي موجودة عندكم 85 بالحصة الواصلة للكولوم سترب. إذا شوفوا الرقم الأول، الحصة الواصلة للكولوم سترب 29 وشوية، أضرب 85% راح يكون عندي 24.99، وأجي أستمر. هاي العزوم مال بيم، هاي فقط العزوم المنقولة أو العزوم المتولدة نتيجة نقل الأحمال الحية والميتة من السلاب المن للبيم. إذا عندي فوق جدار طابوقي لازم أضيفه، وإذا عندي هنا أيضا وجزء النازل للبيم ما مأخوذ بنظر الاعتبار اللي هو الستيم. ماشي، فبداية الصفحة تشوفون ملاحظة، لما نجي نستخدم هاي القيم الخاصة بالبيم لأغراض تصميم البيم، تضاف إلى المومنت للبيم، أي عزوم إضافية تحمل أعتبار مثل وزن الجذع ستيم، أو أي أحمال مسطحة مباشرة مثل الجدران أو القواطع. بعد ما حسبنا العزوم تقريبا خلينا نقول
85% من عملية التصميم كملناها، الهجوم الموجبة والسالبة حصلنا عليها وطريقة حسابها واضحة، ونروح المعادلات التصميمية اللي انتم ماخذينها ضمن تصاميم السلابس بموضوع تصاميم الخرسان المسلحة للمرحلة الثالثة. نحتاج نستخدم RM method، RM method بحساب شنو حساب الستير ريشيو اللي هي الرو الار المومنت، والمومنت هنا كان نيوتن متر حول النيوتن من المتر ضرب العشرة قوة ستة، الفاي 90.9 بعرض الشريحة 1 متر بالدي العرض العمق الفعال، العمق الفعال راح نجي نشرح الدي بالخطوات القادمة. الام اف واي 85 فوق 5 سي، بعد ما حسبت الار والام اجي احسب الرو من هاي المعادلة، 1 على m، 1 ناقص تحت الجذر، 1 ناقص 2 ام ار على اف واي. بعد ما حسبت الرو اجي احسب كمية حديد تسليح اللي هي الرو بالبي بالدي. واحنا الاغلاط التصميمية ارض الشريحة ناخذها 1 متر، لهذا السبب العزوم الواصلة للعزوم الموجبة والسالبة للكولوم ستر والميدل سترب أوزعها على عرض هاتين الشريحتين على مود يكون العزم عندي بوحدات كين نيوتن متر لكل متر، بمعنى أخذ متر من كل شريحة كولوم سترب ومن كل شريحة ميدل سترب وأجي أصممه. عندنا الروماكس، الروماكس هي 75% نرو بالانسد، وهاي هي عندكم المعادلة الخاصة بالروماكس. احتاج البيتا 1 85 ناقص 0.05 فوق 5 سي ناقص 30، واحتاج الرو مينيموم حسب الكود مينيموم ستير ريشيو او الرو مينيموم اللي هي 0.02 لما يكون عندي الاف واي 280 او الاف واي 350، ولما يكون عندي الاف واي 420 الرو مينيموم 0.0018، ولما يكون عندي الاف واي اكبر من 420 الرو مينيموم 0.0018. 420 على الاف واي ماشي، هنا هاي القيم تعطينا مينيمم ستير ريشيو حسب متطلبات الكود. عندنا حديد تسليح نسميه حديد تسليح خاص بالتو واي سلاب، لما نسلط عليها الاحمال الاركان مالتها الكورنرز يصير بها نوعين من الكراكس، هذا هو الكورنر. عندنا كراكس بالبوتوم راح تكون بهذا الشكل كأنما مناظرة للبوزيتيف مومنت، كأنما مناظرة للبوزيتيف مومنت أو مناظرة لمن؟ مناظرة للبوزيتيف يود لاين، وعندي كراكس عمودية عليها بالتوب، كراكس عمودية عليها بالتوب ماشي. فعلى مود هنا نمنع حصول هاي الظاهرة أخلي حديد تسليح نسميه Special Reinforcement at Exterior Corners، مو المستمرة، غير مستمرة الحافات غير مستمرة ماشي. وخلوا بالكم هذا المتطلب For Slab with Beams of Alpha L2 على L1 أكبر من 1 حسبناها 4.94 لا تذكروها ماشي. شلون أجي أخلي حديد تسليح هذا السبيشل؟ من وجه العمود أبتعد هذا البعد اللي هو 20% من الفضاء أو L على 5، أحدد هذا البعد، وأيضا من جهة الأسفل أحدد هذا البعد أيضا 20% من هذا الفضاء اللي هي L على 5، وأخلي حديد تسليح نفس أقطار حديد تسليح السلاب ونفس السبيسينج بهذا الشكل. أخلي بالتوب طبقة فوقانية توب رينفورسمنت حديد تسليح هذا باللون اللي تشوفونه هنا
اللون البنفسجي اللي عندكم موازي للدياغونال، وعندي بالبوتوم اخلي حديد تسليح شبيه عمودي على الدياغونال. هذا هو الدياغونال انا قصده، هذا هو اللي هو الكراكل بالبوتوم. اذا نخلي شبكه عموديه عليه بالبوتوم واخلي شبكه موازيه له بالتوب، وبالتالي هنا قللنا من تاثير الكراكس الموجوده نتيجه هاي الظاهره نتيجه الاحمال التو واي سلام. نجي للحسابات التصميميه. الحسابات التصميميه هنا نحتاج العمق الفعال، العمق الفعال اللي هو total thickness ناقص الكفر ناقصا شنو ناقصا نص الديامتر اوف بار. احنا لما نجي نفرش حديد التسليح الطبقة الاولى نفرشها بالاتجاه القصير، وعمليات الحساب مالتنا راح نجي نحسب على اساس short direction. short direction يعطيني اكبر مومنت، وبالتالي هنا ندي دي راح تكون عندي total thickness 150 ملم ناقصا الكفر 20 صارت 130، وعلى فرض أني راح أجي أستخدمه بالعشرة ملم نص البار 5، فراح يكون عندي هنا دي 125 ملمتر. أحتاج هنا عرض الكولوم ستريب وعرض الميتال ستريب على مود أوزع العزوم، وارجع وأقول لازم تكون العزوم موزعة على طول شريحة الكولوم ستريب وعلى طول شريحة الميدل ستريب، وبالتالي هنا width of column ستريب حسبناه بالخطوة السابقة 2.625 متر وعرض الميدل ستريب 4.125 متر. نروح هنا نسوي هذا الجدول ونقارن الستيل ريشو اللي حسبناها وكميات الحديد ويا متطلبات الكود، يعني ويا اريا ستيل مينيموم والرو مينيموم، وعلى ضوها نجي نحدد كميات الحديد اللي نحتاجها. نجي للمكان الاول، المكان الاول اللي هو اكستيريور نيجاتيف مومنت اكستيريور سمال. عندي هنا منطقة الكولوم ستريب وهنا عندي الميدل ستريب، هاي هي العزوم. ونفس الكلام بالمكان الثاني والثالث والرابع والخامس، ماشي. اجي احسب هنا هاي العزوم انا حصلتها من البيندنج دياجرام ذكرنا سابقا والجداول. اجي احسب قيمة الار، هاي هي المعادلة الخاصة بحساب الار، المومنت مضروب بالعشرة القوة 6 تقسيم 0.9 بالبي بالدي تربيع. حسبت الار، بعدين اجي احسب حسبت الار، بعدين اجي احسب الام، وبعدين اجي احسب الرو. اطبق هاي المعادلات، معادلات التصميمية الرو. بعد ما حسبت الرو اضربها بالبي بالدي واجي احسب كمية حديد تسليح واجي اقارنها ويا الرو مينيموم. هنا لما جيت حسبت كمية حديد اللي يحتاجها 36 ملم لكل متر، 46 وإلى آخره. هنا الأم ثابتة لكل الخطوات تعتمد على قيمة الأفاي وقيمة البرايم سي، بس قيمة الآن متغيرة بكل مكان لأن تعتمد على قيمة المومنت حسبناها. بعدين جينا حسبنا الرو قارناه ويا الرو قارناه ويا الرو ماكس والرو مينيموم. اريا ستيل مينيموم رو مينيموم بالبي بالاتش وقيمتها 270. شوفوا هاي الاريا اوف ستيل حسبتها بكل مكان 36 46 110 239 ماشي، باستثناء هالمكان كلهن او معظمهن شبيهن اقل من اريا ستيل مينيموم. اذا اني لازم اتقيد بمتطلبات الكود وأجي أستخدم أقل كمية حديد تسليحية area steel minimum اللي جبناها من minimum steel ratio اللي هو raw minimum. بعدين هنا 36 ما أجي أستخدمها 270 مكان هاي أقل من area steel minimum، أجي أستخدم 270 وأجي أستخدم. اختارين القطر
بعدين اجي استخدم المعادلة الخاصة لحساب شنو؟ لحساب السبيسينج. عندي السبيسينج وعندي القطر، واحنا خلوا بالكم احنا بعض الاحيان السبيسينج نقللها. لما نجي نقللها نمشي بالاتجاه الآمن، يعني زيدنا كمية الحديد التسلية، وبالتالي هنا لما اروح الى قطن 10 × 250 كمية الحديد المناظرة الى 312، كل هنا اكبر من الكميات المطلوبة واكبر ايضا من الستيل مينيموم. هاي المعادلة نجي نحسب بيها السبيسينج بتوين بارز. بعد ما كملت راح يكون عندي توزيع الحديد للشريحة اللي عندي بهذا الشكل. راح اجي استخدم البين تايب، واجي استخدم الاديشنال، واجي استخدم الاكستندد. هاي التفاصيل خاصة بالجزء الثاني من هذا السؤال، اطلعوا عليها واخذوا فكرة على هذا المخطط، وهذا المخطط هو المهم. المهندس التنفيذي الحسابات ما تهمه، المهندس التنفيذي يريد مخططات يجي ينفذ على أساسها. فبالأخير هاي الحسابات وهذا الجهد راح تكون بشكل مخططات reinforcement details for design strip example الأول. كملنا المثال الأول وهاي التفاصيل به. هذا المثال هو مثال شامل، بدينا من تشيك حدود الدايركت ديزاين ميثود الى عملية تصميم واكمال المخططات. شكرا جزيلا لكم، ان شاء الله استفاديتوا من هذا المثال، مثال مهم، ركزوا على الافكار اللي بيه. شكرا جزيلا، ان شاء الله نلتقي بالمحاضرات القادمة. شكرا جزيلا.